أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعروف بالجود واللطف والامتنان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه الأزكياء الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على هذا اليوم السعيد المبارك أول يوم جمعة في شهر ذو الحجة وهو يوم الثاني من هذا الشهر الكريم اجتمعنا هنا في مدرستنا مركز الفركان للتحفيظ الكتاب تحت إشراف المديرها العام الشيخ ماهر الغون إسحاق محمد حفظه الله ورعاه نقدم الطلبة من طلاب روضتنا والطلاب الابتدائي والطلاب الإعدادي كما قدم الأخ الفاضل الشيخ صالح حفظه الله ورعاه إن المدرسة تقوم على تعليم الطلاب اللغة العربية الفصحى والطلاب يحاولون إن شاء الله كما سترون وكما قدم الشيخ الصالح حفظه الله الطلاب يطبقون هذه اللغة الشريفة لغة أهل الجنة في الجنة التي يقول عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية إن معرفتها أمر واجب لأن القرآن نزل بهذه اللغة والسنة المطهرة نقلت عن السيد الخلق بهذه اللغة الفصحى وهكذا علم الدين لا يفهم والدين الإسلامي لا يفهم إلا بها فإن معرفتها واجب على كل الأعيان كما قد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لأن الكتاب لا يفهم إلا بها فقال الشيخ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد صح عن مصطفى صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ أصلح من لسان فقد قال الشراح أصلح يعني تعلم العربية وصار ماهرا فيها إن معرفة هذه اللغة الشريفة أهم شيء عند طالب العلم الديني وبإذن الله تعالى وتوفيقه الطلاب يقدمون مقالات مختصرة حول الحج ولنا الطالبة رقية محمد عمر هي مفسرة هي تستطيع أن تفسر الكتاب باللغة العربية الفصحى ها هي مع حافظة ميمونة سليمان نبدع بهم إن شاء الله بدءا حافظة ميمونة سليمان تشرف المصامع الكل بالتلاوة من آية ذكر الحكيم أهلا بك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتبعوا من واتخذوا
واتخذوا من مكان